نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم لطلاع الجيش في الشوط الاول عكس المتوقع. عكس المتوقع وعكس الاداء خالص يعني. انت ما تتوقعش غير السيناريو ده من الاداء ده. مفيش هويه لاي لعيب، خاصه الناحيه الشمال كلها. طب يعني عبد القادر وبرونو سافيو ومحمد شريف وبيكملوا محمد اشرف في الناحيه الثانيه عشان يعمل اي كومبينيشن او اي بناء هجمه. انا هقول لك على حاجه، عمرو رضوان لم يختبر. صحيح. اذا عمر رضوان لم يختبر. اذا انت بتلعب كوره ثانيه خالص، ماتش حبي بقى، مفيش تركيز زي ما انا قلت لك. هتلعب ومتكل ان الناس بتخسر لك مباريات ولا بتتعادل معاك، المفروض انت تبقى قد كده 10 مرات شراسه قد كده. ولكن انا قلت لك قبل المباراه، قلت لك في تغيير جديد داخل عليا، انا في لعيبه دخلت عليا جديد، انا مش عارف ايه السبب. ايه سبب احمد عبد القادر البدايه النهارده وبرورو شافي؟ ماشي، محمد شريف اهو هيكمل معايا مجهود بيحصل وما اعرفش ايه، وراجل بيفنش. مش هاجي اقول لك محمد شريف ما بيعمل ولا ما بيعملش، اتحرك ولا ما بيتحركش. ها، انما لما يكون انا بادي الكره بتجيلي، ما عنديش فكر ولا عندي تحضير ولا عندي روح ولا عندي في ذهني اي حاجه اعملها، واحمد عبد القادر واخد الكره ما عندوش غير انه عايز يعدي من واحد واثنين وثلاثه ويعطل الكره ويعطل كل الكونتر اتاك اللي بيجي لنا ويعطل سرعه الكره. طيب انا اقدر اعمل كده لما بعدي من واحد واثنين وثلاثه وعندي الملكه وعندي الامكانيه ان انا اروح اجيب جول، لما انا فرود عندي الحلول يعني. لا، مفيش حاجه خالص، مفيش ال 1 2. حتى كل لعيب بقى بيجي من ورا يبص، اللعيبه مش عايزه الكوره يا ايمن، تدي له الكوره يروح عاملها كده، يروح عاملها كده، يعملها كده. مفيش احتفاظ حتى بالكوره، مفيش تهديد، مفيش شخصيه. الفرق زي ايه، الفرق الكبيره كلها كل ما بيخش فيها جون هتعطل؟ ده بالعكس، ده انا بقى قد كده 10 مرات. ده انا النادي الاهلي، هما التانيين فرق عملت ايه؟ خطا دفاعي في خطا حارس مرمى كويس، في هدف مشكوك فيه، ها، كل الفار طلعه هدف، خلاص يبقى هدف. انت فهمتني؟ انما ايه كل اللي موجود من في الملعب ده؟ قلنا اللعبه بناء للهجمه، خدت بالك؟ تخطيط للهجمه، انهاء. احنا اللي عندنا ده لا بناء ولا تحضير ولا انهاء ولا فرصه جت. هيعملوا لك ايه هم دلوقتي؟ هيعملوا لك قلنا 5-4-1، مش هتعرف. وكل كونتر اتاك خطر، وكل فرق في السرعات هم اسرع. ده حتى هم مش قادرين وانت بتساعدهم، يا بفاول يا باي حاجه باحتكاكات. فالنهارده في ميسنج، في التقصير في بدايه المباراه، ولازم يبقى فيه على الاقل 3 لعيبه بتتغير. انت هتستنى هتجامل، يبقى يعني بتشتغل على نفسك وعلى سمعتك وعلى بطولتك وعلى كل حاجه. هنا مفيش مجاملات بقى بعد اللي احنا شفناه ده، ويمكن ربنا بيدي لك الرساله دي عشان تصحح الامور بقى بعد كده، ما تخشش في اذهانك حاجات مش موجوده ومش هتقدر تكمل معاك. طيب كابتن علاء، ليه النادي الاهلي ما استطاعش ان هو يهدد مرمى الطلاع عن طريق بعض الفرص؟ يعني احنا ما شفناش اختبار حتى حقيقي لعمر رضوان. بص يا ايمن، الكل اللي قاله كابتن شريف ده ممكن نقوله اسامه وعادل من اخطاء وكده، حاجه بسيطه جدا جدا جدا. دخلت المباراه غلط، بس دخولك في المباراه وحش، استعدادك للمباراه وحش، فالبدايه راحت منك، فانت مش عارف ترجع تاني مع فريق الدنيا كلها عارفه ان هو يبقى مقفل كويس قوي دفاعيا ويحتاج مجهود هجومي زياده مش دفاعي. أيوة. لكن انت دخولك في المباراه وحش قوي. هل ثقه زياده؟ هل نتيجه الزمالك امبارح مديك ارتياحيه؟ وده خطا، لان احنا كلنا اجمعنا هنا انك لما تجيلك فرصه انك تبقى تعدي المنافس لازم، لانك مش هتجيلك كتير. أيوة. ونقعد بقى نشتكي نقول اصل احنا ضيعنا نقط. لا 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 لا، اخدم نفسك بنفسك. انت دخولك في مباراه النهارده، انا مش هتكلم كتير بس عشان مش وقت، دخولك في مباراه النهارده بس كده بين قوسين وحش. استعدادك للمباراه مش كويس، حتى قبل الهدف وبعد الهدف الريتم ما اتغيرش يا ايمن، هو الروح بس كده، لكن الريتم نفسه وشكل ادائك ما اتغيرش. بدليل انت وكابتن شريف دلوقتي بتدوروا على فرصه خطر جت على عمر، مفيش، كلها كور مش مفهومه. لكن ده ملاحظ بس سريع كده. كابتن سامر، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول والحلول الشوط الثاني. انت بيبقى صعب عليك قوي يا ايمن لما تلاقي 7-8 لعيبه
خارج نطاق الخدمه تماما يعني. فرقه الجيش مركزه في النواحي الدفاعيه وبتلعبك بس من ناحيه الشمال عن كريم، عن طريق كريم طارق هو اللي عامل لك القلق كله. كريم طارق يعني الناحيه حتى بتاعت احمد سمير وزولا ما فيهاش شغل خالص، هو ناحيه صحيح. كريم طارق اللي عامل فيها الشغل كويس. انت عندك كميه الجري قليله جدا، كميه الحركه قليله جدا، الاستحواذ والسيطره على وسط الملعب مش موجود. انا قلت لك في نقطه يا ايمن قبل الماتش قلتها لك، ان سافيو لو علق في الحته اللي قدام وما نزلش يستلم من ديانج وعمرو السولية عشان يلعب الناس هتفقد نص الملعب كده، او هتفقد كتير من نص الملعب. وهو ده اللي بيعمله، هو مسلم نفسه بيتحرك حركه يعني هقول لك ايه، حركه خفيفه خالص وفي الجزء الاخير ما بيسقطش عشان يستلم ويلعب الناس وده. فانا شايف انه لابد ان يحصل على الاقل ثلاث تغييرات. يعني انا وجهه نظري الشخصيه قفشه لازم يلعب على حساب سافيو، طاهر يلعب على حساب احمد عبد القادر، برضو احمد عبد القادر بيزود قوي في الكوره مش عارف ليه. والحاجه الاخيره حمدي فتحي مكان السولي. انت عايز تسيطر على وسط الملعب وتعمل شغل كمان في التلت الاخير. صحيح. فانا شايف انه زي ما شريف قال مفيش وقت انك تقول ايه هستنى، لا لازم تعمل تغييرات. طيب كابتن عادل سريعا حلول الشوط الثاني من مستر كولر للعوده للمباراه. ادخل بقفش على طول وطاهر محمد طاهر، قفش على طاهر محمد طاهر، واطلع سافي واطلع عبد القادر، واستنى شويه وممكن اغير بعديها برسيتاو بكريم فؤاد، لان مش هيبقى عندك وقت. انا المشكله مش عندي في طريقه اللعب ولا الحاجه دي، انا المشكله عندي في الروح. صحيح. انا شايف الروح يعني، انا حذرت كتير قوي وقلنا لازم القتال اكتر حاجه ممكنه. شوف يا كابتن انا ممكن الاعب لعيب اقل لكن عنده روح فلنه النادي الاهلي. صحيح. او فلنه الاهلي او روح اللاعب النادي الاهلي، بغض النظر عن انه فنيا ممكن يبقى في حد افضل، ولكن انا صحيح. مش هفضل طول الوقت روحي في ايد اللعيبه اللي هي ما عندهاش روح وقلب. صحيح. اللي ما عندوش روح وقلب يقعد بره احسن. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، تحيه الفوز والعوده للمباراه مره اخرى. فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.